دائما متتبعي قناة آخر خبر، مرحبا بكم معنا هنا على المباشر من مدينة مراكش، وبالضبط من منطقة الحي الحسني. سلطات الحي الحسني تشن حملة ضد احتلال الملك العمومي، طبعا تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية. دائما متتبعينا الكرام، في اطار شن حملاتها ضد احتلال الملك العمومي، سلطات الحي الحسني بمنطقه الماسيران بمدينه مراكش تحت اشراف قائد الملحقه الاداريه الحي الحسني واعوان وقوات المساعده باستعانه بشاحنتين من يشنون حملة ضد احتلال الملك العمومي. إذن كيف كتشوفوا متابعينا الكرام، تم حجز عدة من الملابس النسائية. شي قوي كيف كتشوفوا متابعينا الكرام، ان اعوان السلطه يتم حجز الملابس النسائيه.
اجا ابراهيم ايوب ابراهيم ايوب Thank you.
Ha ha ha!